يقول سبحانه وتعالى خذ العفو. ما المراد بالعفو؟ العفو ما تيسر، العفو ما سهل، العفو ما زاد عن الحاجة. خذه، يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، يعني ما تيسر ما زاد. هذه أيها الإخوة، هذه الآية إذا تأملناها، خذ العفو ما تيسر ما سهل عليك، خذه. تعاملك مع الناس، تعاملك مع جيرانك، تعاملك مع أولادك، تعاملك مع زوجتك وأسرتك، خذ ما تيسر، لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك. ما جاءك من يسير خذه، ولا تعسر على نفسك. ما جاءك من يسير مع جيرانك أو حصل منهم شيء، فلا تشق على نفسك وتتعب نفسك وتتعب من هو حولك. أحياناً تجد بعض الناس إذا غفل عن تطبيق هذه الآية، تجد معاملاته مع بيته، مع زوجه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، يشق على نفسه ويشق على الآخرين. خذ ما تيسر وتغاضى، تغاضى. قال سئل الإمام أحمد، سئل عنه، قال قيل له التغاضي 9 أعشار الراحة، قال بل التغاضي كله في الراحة، ليس 9 أشياء، كل التغاضي في الراحة. إذا تغاضيت ارتحت، إذا تغاضيت عن الأشياء التي تشق عليك ارتحت. إذا طبقت هذه الآية وأخذت بالعفو وتسامحت مع الناس، تتسامح في بيع الشراء، تتسامح في التعامل، تتسامح مع الجيران، تتسامح في كل شيء، اجعل السماحة دائم أمامك، فتجد سترتاح جدا، ويرتاح من هو حولك، ترتاح زوجتك، يرتاح أولادك، يحبونك، يتقربون منك، يرتاحون جيرانك، جيران حتى من هم في المسجد، من هم حولك يرتاحون وينبسطون معك إذا أخذت العفو معهم، تسامحت معهم. خذ ما سهل واترك ما عسر، العسير تجنبه، والصعب ابتعد عنه. خذ العفو.